بالضبط. فانه زاكي وصحي بنفس الوقت شغله مش عاديه انك تقدر تجمع بين هدول الشغلتين. تعلمت من تجربه احمد لانه فعلا كان يعني ناصح ويحب الاشياء، كل شيء مش مفيد يحبه. منتجنا هو بروتين بار طبيعي، بروتين بار بدون سكر بدون مواد حافظه، كله من مكونات زي التمر والشوفان والمكسرات. انا كثير مبسوط انه من بيتنا قدرنا انه نطلع منتج صار موجود باي مكان بالاردن عم بتوزع هلا، واللي بنطمح له انه نوصل لكل بلدان العالم باذن الله. لما بلشنا ننتج على لما كنت اعمل اشياء بسيطه وصغيره ونبيعها كانت امور منيحه، لما بلشت تكبر الكميه اللي لازم اعملها ومش سهل، انا ما عندي خبره في الفود برودكشن ومجالي مختلف تماما، بس انه عارفين كيف تعملوا فورميلا عشان انا اقدر انتج مثلا 1000 حبه بنفس الطعم بنفس الشكل، ما كان اشي سهل علي. مرت علي ايام انه تتذكر لما بالصدق كنت واقفه وقعدت ابكي انه مش عارفه انه رح اقدر اكمل او لا، خلص ما بدنا. بعدين مسكني قال لي انت كنتي البيج موتيفيتور تبعي بحياتي، يو ويل ميك ات، وي ويل ميك ات. تجيك اوقات انك بدك تضعف بدك بس عن جد حرام، عن جد حرام، ما رح نتخلى عن حلمنا. فتحنا أول مصنع بروتين بارز في الأردن وأخذنا رخصة كتير صعبة، والحمد لله رب العالمين هلا صار عم يتوزع موجود بكل السوق. يعني صدقا المنتج هذا لما 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 أنا أدوقه لأي حدا بكون مدوقه حياتي كلها، مش مدوقه إحنا إشي عندنا، إشي طلع من بيتنا بجهدنا ببكانا بتعبنا بشغلنا. عبود وتي أخواني بيجوا بيساعدونا، أي حدا أصحابي كذا، يعني ما ضل في إشي من جواتي ما ومن جوا والدتي ما نحط جوا هذا المنتج. ردت فعل الناس، اخذت القرار يعني بمخي قبل يعني عقلي اللاواعي، اخذت القرار لحاله اني اترك شغلي وابدا استقالتي. كثير كوميرشال يعني مسكين. انا بالنسبه لي هذا المنتج هو ابني، تلمع احمد ابني.